يعني زينب وصلنا لآخر منتجين معنا بصباحنا غير لليوم، وأول ما فتنا لهون أول شيء أي حدا بيفوت على حلب شو بيدور؟ صابون الغار وختامه معنا مسك اليوم، ريحه ختامه صابون. عن جد يعني ريحة صابون الغار صحيح. مرتبطة بذهن أي سوري بحلب. أكيد رح نتعرف على هي الحرفة التقليدية، الحرفة الحلبية مع ضيوفنا لليوم. أكيد من الأقسام اللي لها كثير شعبية وأكثر فعالية وحيوية كانت بمنتجين اثنين أيضا. رح نحكي عن هالمشروع مع توفيق موقت وأكثم الأبراش. يسعد صباحكم، كل عام وأنتم بخير وأهلا صباحك وسهلا أنت فيكم. بألف خير يا أهلا الله وسهلا، يحفظكم يا يسعد رب. صباحكم. يعني خلينا نبلش ونحكي بداية عن المشروع بحد ذاته. كان عندكم ورشة قديمة اتضررت، رجعتوا بورشة جديدة، ولا دغري بلشتوا بهذا المشروع؟ نحن من الاساس كنا بنشتغل هذا الشغل، بس كانت ورشتنا كثير صغيره صراحه، وبعدين بلشنا من جديد يعني من تقريبا من سنتين او من سنه ونص بلشنا ننتج من اول، واشترينا ماكينات جديده شوي على قدنا يعني مثل ما بيقولوا، وبلشنا نطلع الصابون الغار بيلون، الصابون الزينه بسموه مع روايح حلوه، وبلشنا شوي شوي يعني ان شاء الله، وبلشنا بمنتجين وعرضنا منتجاتنا عليهم، وصار عندنا نافذه مشان نحسن ننزل فيها على السوق. نعم، هو كمشروع يعني خلينا نقول ببداياته، اليوم حبيتوا تنشروه أكثر عبر منتجين اثنين. خبرنا عن المشاركة، يعني هلا يمكن أنتم من الأقسام الكثير فيها شعبية لكن فيها صعوبة، لأنه حلب أساسا معروفة بصناعة الصابون، صحيح؟ شو أنتم تميزتوا بمنتجين اثنين حتى كان في عندكم إقبال؟ والله يعني مثل ما تفضلتي في منافسة شديدة يعني بحلب بالذات بصناعة الصابون، صحيح. لأنه كتير في مصنعين، فنحن حاولنا نكون نلفت النظر بالروائح اللي أضفناها جديد على المنتج يعني، وبالأشكال الحلوة، التغليف المودرن يعني، فعملنا مثل ميكس يعني بين الصابون التقليدي وبين العطورات هاي الشرقية اللي عم نضيف عليها روائح الأزهار، مشان هيك تشجيع للزبون يعني. وكانت ان نحن هي اول نقطه يعني مثل ما بقولوا نقطه الانطلاق ان شاء تميز. الله من معرض منتجين مشان نسوق منتجنا. اكيد يعني اليوم عم نشوف اشكال متعدده خصوصا بالنوعيات، يعني الناس يمكن تعرف صابون الغار الاخضر التقليدي اللي هو قدام تماما. حضرتك، ولكن اليوم عم نشوف هي، فبالبدايه بيسالوا انه شو الفرق، يعني هي الالوان على شو بدل، شو بترمز؟ هلا الفرق انه هذا الخامه الاساسيه المصنوع منها، هذا الصابون اللي بايدك هي نفس هي الصابونه، بس نحن عم نعيد تشكيلها مع اضافه مثلا عطورات. خلينا نحكي عن الانواع اللي موجوده. هلا هون مثلا هذا اللون الاسود هذا بالفحم النشط وزيت حبه البركه. اللون الاحمر بزيت الورد. الابيض هي مسك الطهاره، هي الروائح يعني. عود وعنبر. مسك. وهي الغار. هي الغار الاصلي يعني تاركينه على لونه. نعم، يعني عم نشوف ايضا من الاشياء التسويقيه اللي حاولتوا تتميزوا فيها انه كاتبين انواع الصابون الموجوده، اسماء طبعا. العطورات، بالاضافه للعلب المميزه اللي عم تحاولوا انه تتميزوا فيها كصناعه صابون. يعني هلا هي ما ثقيله، بس انا خايفه اوقع شيء. لا ولا ايه، فتمام، ما بعرف اذا ظاهره على الكاميرا، بس ريحتها كثير حلوه. فاحكوا لنا عن كيفيه التسويق اللي انتم حبيتوا تتميزوا فيه كتقديم بمنتجين اثنين كمان. تمام، هلا هي العلبه اللي بايدك هي نحن عملناها شكلها مثل باب، اللي هو بيبين مثل باب الخان او باب، تمام حلو، باب ايام زمان يعني مسموه، تمام، وعليه القلعه طبعا كمان. اكيد، وهي اسمها ايام زمان، ايام زمان، اسمها ايام زمان، ان شاء الله بترجع ايام احلى. ان شاء الله احلى. آمين. نعم، حطينا انواع الصابون الحلوه والروائح المميزه يعني بين ازهار وبين شرقيات طبعا. والحلاوه كمان سلمى انه كل صندوق فيه عدد كافي من الصابون، يعني في انه حدا ياخده لعائلته، بيرضي حدا كافه الاذواق يعني. أكيد. من حلب كتذكار حلبي، وبتضل الروائح محافظه على اي طبعا. أكيد. اكيد طبعا، اكيد. كمان خلينا نرجع ونحكي شوي اليوم عن الامور التقليديه اللي اكيد حافظتوا عليها. أي طبعا. هلا انتم بتعملوا صابون غار وصابون زينه كمان، مو بس صابون غار، حنحكي عنهم، ولكن هي كنا عم بسالكم قبل ما نبلش انه شو الفرق. هي مصنوعه من البيلون، هي التراب الحلبيه يعني، مثل ما بيقولوا حصريا لحلب هي التراب الحلبيه، فهي كانت تباع على شكل حجر يعني، هي بتجي مثل حجر، فنحن بنطحنه الحجر ومفوتها على الماكينه، بنضيف لها زيت الورد ريحتها، وبنرجع بنشكلها من اول وجديد. ريحتها قوية غير الغار، بس هي لشو؟
هلا هي ممكن تستخدميها معطر خزن او ملابس. معطر هي القديمين اللي كانوا. وهي يعني هي تصلح بلسم للشعر. تصير بلسم للشعر. بلسم للشعر. هلا كل العالم اليوم باخر يوم بيجوا لعندكم انزلوا بلسم طبيعي. هلا الحمام قديم سابقا يعني الحلبيه العادي انه اخر قويه كثير يعني انه بالحمام بيدوبوا هذا البيلون بالمي واخر تم بالحمام بيغسلوا الشعر. هي من زمان تماما ولحد الان مثل البلسم يعني مفعوله. فنحن شوي جددناها اكثر. حلو كثير. بس هلا لا تطلعوا على شعري يعني بيعطي دعايه سلبيه للمنتج. لا طلعوا خلص تمام. طيب خلينا كمان اليوم نحكي عن فرصه منتجين لكم يعني بالتسويق بالعرض هون. اوكي هلا هي بالنسبه للمنتجين هي مثل ما قلنا اعطتنا نافذه جديده للسوق. نحن منتجنا جديد ما انه معروف لسه بسوق سوريا او بسوق حلب خاصه. فنحن بمنتجين بلشت العالم تتعرف علينا او على المنتج. ونحن بالعكس يعني شفنا كثير زوار اجونا من برا من الشام من حمص من حماه كافه المحافظات. تماما كافه المحافظات والحمد لله يعني صار في اقبال حلو وكان شيء مميز يعني جدا. نعم كان بدك تحكي شيء رح اسالك بس انه عن مو بس عن هدفكم انتم ايضا غير التسويقي اليوم عم تشوفوا مثل ما قلنا في كثير شركات في كثير ممكن ناس عم تشوفكم حتى اقسام وزارات موجوده. هاي فرصه لكم كثير كبيره ايضا لتثبتوا حالكم ويصير في تعاون لانه نحن دائما بنتمنى انه يكون في تعاون بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص لانتاج شيء مميز ويتم دعمه ايضا. فكمان كيف كانت التجربه؟ طبعا مثل ما تفضلتي يعني نحن مثلا هدفي التسويق انا وقت اللي بيكون في تعاون مثلا مع يعني جهه حكوميه يعني كثير بتعيدنا بالتسويق وبالبيع وبهيك قصص. يعني نحن بطبيعه عملي انا وطبعي انا انه انا منتج فموضوع صحيح. التسويق ما كنت انا يعني اعطيه اهتمام كبير واجتني فرصه الصراحه يعني عن طريق المعرض. طبعا طبعا نحن كان مثل جس نبض للسوق يعني انه شلون نشوف اقبال الناس على منتجنا والحمد لله كثير لاقينا نجاح الحمد لله رب العالمين. اكيد ويمكن نحن بنكون سعيدين لما بنكون بدمشق او باي محافظه ثانيه بنفوت على محلات او على مولات كبيره بنشوف عارضين صابون الغار بهذا الشكل وجايبينه. واكيد بدي اذكر اسمكم حمام حلبي يعني حتى الاسم اللي اخترتوه اليوم المنتج يعني قديش بده يرتبط طبعا باسم المدينه يرتبط باسم الغار. قديه فكرتوا بالاسم ليش اخترتوه؟ لانه اليوم في كثير شركات صارت عم تشتغل او ورشات صغيره. ليش اخترتوا هذا الاسم؟ يعني مشان شيء متعلق يعني بمدينه حلب لانه يعني الصابون الحلبي عالميا له شهره واسعه يعني. فكل شيء بده يسوق صابون باوروبا مثلا لازم يربط المنتج باسم حلب. يعني بتلاقي دائما باي اسم بده ينزل اسم طبعاً. حلب مشان يحسن يبيع منتجه. فنحن اهل حلب يعني ما يكون منتجنا اسمه حلب يعني لا او حمام اللي بده يعني حمام الصابون الحلبي اساسا. تماما تماما. نعم خبرنا كمان يعني شعار منتجين اثنين كنا عم نحكي انه كان شعار منتجين واحد هو المنتج بطل حقيقي مثل ما حكينا بالبدايه لكن هي الشعار بمنتجين اثنين هو تسوق باسعار المنتجين. يعني شعار تسويقي بامتياز بدل على منافسه بالاسعار. أكيد. يعني هي لنحكي اليوم كيف عم توازنوا هي القصه حتى يتم في التنافس؟ هل تعلمتوا ايضا كيف توازنوا القصص بالسوق حتى يكون في منتج مباع باسعار جيده او انه شلون كان الاقبال مع اسعار الصابون؟ هلا نحن اول ما بلشنا نبيع للزبون او وصلنا باحتكاك مباشر مع الزبون كانوا يسالوكم بس يخافوا يدوروا على الكبيره. تماما تماما تماما. فهو كان بيسال على الشغلات كمان الصغيره انه هي قديش وهي قديش. فوقت يشوف السعر الصغير رخيص صار يسال على الكبير. فوقت يسال على الكبير يشوف انه هو فعلا ارخص من السوق او سعر منافس للسوق صار لا صار بلش يشتري صار يبعث قرايبينه ويسال يعني صار في حركه اكثر. اكيد كمان بدي اسال هون هيك تفاصيل صغيره يمكن الناس بتسالها انه انا احيانا بجيب صابون غار وقت بغسل ما بينزل منه لون بس هي بنعرف انه هي فيها شويه لزوجه صابونه الغار بالعموم لانه فيها زيوت. تمام. في مثلا هي الصابون يا ترى هذا لون صناعي ولا لا داخل من الماده الطبيعيه اللي مشغوله وهن ضايفين الالوان. نحكي عن هي التفاصيل مشان الناس تعرف لما تشتري قطعه تميز بالفروقات بيناتها. هلا شوفي نحن الالوان ممكن على الرغوه على الاستخدام انه ينزل لون بس نحن بنحاول انه الالوان الموجوده عندنا بالطبيعه نستخدمها. يعني هلا اللون الاسود عندك هذا مستخدمين فحم النشط يعني بيضل انه فحم نظامي فحم النشط
فبيضل انه ضمن الطبيعي. اللون البني مستخدم القهوه، يعني بنحاول انه نكون طبيعي. حتى اللون الاخضر مستخدم الكلوروفيل، مو صباغات يعني. بس احيانا في ممكن تطلع قطع قطعتين مستخدم فيها اصبغه، طبعا النسبه لا تتجاوز 1 بالألف يعني، ضمن الحدود المسموح فيها. بس نحن بنحاول منتجنا يكون طبيعي، حتى من ناحيه الاصبغه، حتى من ناحيه العطورات عم نحاول نكون انه كلها طبيعيه مشان ما تسبب اذى للبشره او للمستخدم. صحيح. نعم. شو اكثر منتج هيك حبوه الناس من خلال المنتجين اثنين وسالوكم عنه؟ وهل في فكره لتطوير هالمشروع يعني نكون في بعدين شامبويات كل قصص الحمام الحلبي مشان يكون متناسب مع اسم حمام حلبي لكم؟ هلا هو المنتج اللي اجوا من خارج محافظه حلب، اثنين سالوا اكثر شيء على البيلون. البيلون والصابون الغار. تمام. وباقي العالم اللي كانوا موجودين هون بمنتجين الحلبيه اخذوا الصابون الزينه اكثر. وفي شيء جديد يعني. طبعا انه شيء جديد وشيء غير عن العاده يعني. تمام. اكيد هو لسه في حاجز يعني، الناس انه مثلا عم تشوف هي الصابونه لسه ما عم تعرف شو هي. صحيح. فهي صابونه غار بس بقى بشكل عصري يعني. هي بتعطي، هي لها فوائد عن جد للبشره ولا بس برفان فيها؟ لا لا، هي بالاساس صابون غار يعني. هي اساسا صابون غار، نحن بنعيد تشكيله. تمام. يعني عم تاخذي منها الفائده تبعت صابونه الغار مع روائح عطريه. حلو. اكيد. وبدنا نرجع نقول يمكن زينب اليوم في كثير ناس حتى اجت من المحافظات لتشارك وتشوف المنتجين اثنين وتتسوق. صحيح. لسه في عندكم وقت، نحن وقتنا اليوم الساعه 11 للساعه 11 بانتظاركم. اخر يوم. نحن وقتنا اليوم تقريبا شرفنا على انتهاء حلقتنا. بدنا نشكر وجودكم. الله يسلمك. شكرا كثير لكم. شكرا لوجودكم. ان شاء الله يكون فعلا حمام حلبي واسع ينتشر بكل المحافظات السوريه وكمان بالاسواق العربيه ان شاء الله. شكرا كثير لكم. شكرا لوجودكم معنا. شكرا لكم.